عبد المنعم كمرشح لرئاسة النادي الأهلي. يا كابتن عصام مساء الأنوار. اهلا، مساء الانوار يا كابتن مدحت. وحشنا كتير والله يا كابتن. انت والله وحشني اكتر. ربنا يخليك يا كابتن. مدى صحة هذا الخبر؟ الحقيقة خبر يعني نصف صحيح، يعني نصف صحيح. لانه انا ما خدتش قرار في الموضوع ده لسه، ولكن الموضوع يعني مطروح، لانه يعني اكتر من ناس يعني من اللي انا اعتز بيهم في النادي ومن الاعضاء المحترمين يعني طلبوا مني ان انا اترشح، وانا حقيقة كنت يعني ممتنع عن المناصب العامه في الظروف الحاليه على الاقل. فيعني قدروا في النهايه انتزعوا ان انا افكر، يعني وعد ان انا بفكر في الموضوع. انا يهمني مصلحه النادي الاهلي معايا مع غيري، اذا كانت هتتحقق في غير وجودي اهلا وسهلا، اذا كان وجودي ضروري هاخد القرار بالدخول الانتخابات. انما طبعا الانتخابات عايزه حسابات معينه، حسابات انتخابيه وحسابات شخصيه، وده انا يعني بقوم بيه دلوقتي قبل ما اخد القرار. يعني هو الحسابات الانتخابيه وفقا لمعلومات المتواضعه جدا انه الكابتن حسن حمدي سيدعم حضرتك، والكابتن حسن حمدي لما يدعمك الامر اعتقد هيبقى فيه جزء كبير من يعني التيسير عليك يا كابتن عصام. هو طبعا يعني من المؤكد انه يعني حسن حمدي من الشخصيات اللي خدمت النادي فتره طويله كلاعب وكابتن ومدير كوره وعضو مجلس اداره ورئيس نادي، وله يعني كلمه يجب ان تسمع لانه انسان عاقل ومتزن. لكن برضه حسن ما كلمنيش وما اتصلش بيا وما طلبش مني وما عرضش عليا. اذا كانت الناس اتصلت بيا دي ناس تانية اعضاء يعني عاديين، مجموعات من الاعضاء العاديين المحترمين اللي يعني مش معروفين. لكن كمجلس اداره حالي او كحسن حمدي او غيره الحقيقه ما حدش اتصل بيا. واذا كانت المعلومه اللي انت بتقولها عن انه سيدعمني في الانتخابات فده حاجه تسعدني يعني. فهذا امر جيد. هذا امر جيد. يعني وانت كابتنه، وانت كابتنه يا كابتن. طبعا لا، احنا عندنا احترام الادميه ده. انت كنت كابتن يعني ملوش حل. طبعا. طيب اكيد الفكره بدات تشغلك يا كابتن عصام. هل بدات تفكر؟ انا عارفك انت راجل منظم جدا، ولما توليت رئاسه اتحاد الكوره كنت منظم جدا وارسلت امور قويه جدا اشهد بهذا. يعني هل بدات العقليه المستنيره تفكر بقى في قايمه، ولا لسه هذا الامر بعيد خالص؟ لا طبعا، ده اول حاجه. ده اول يعني حاجه، دي الحاجه اللي تخلي يعني فريق العمل هو اول حاجه تشجعك او تنفرك من التواجد في مسؤوليه ما. هو مسؤوليه تطوعيه، جهد كبير، لانه حتى يمكن القانون الجديد او اللائحه الجديده بتحمل رئيس النادي تقريبا هو شبه المشاه زي ما يكون مدير. فبيعمل كل حاجه، ومساله بتقتضي التفرغ، رغم يعني مساله هوايه لكن هي بتقتضي التفرغ التام. لكن ما حدش يقدر يشتغل لوحده، العمل جماعي. التيم ورك ده موجود في الرياضه بشكل عام. واذا لم تكن هناك مجموعه على نفس الموجه، انت عارف الموجه بتاعتي بتاعتي، انت عارف. اذا ما كانش حد على نفس الموجه اللي هي دغري ما فيش فيها يمين ولا شمال، دي حقيقة. ولا تحت الترابيزه ولا فوق الترابيزه، ما فيش كده. صحيح. اذا كان هناك مجموعه بهذه الكيفيه اللي تساعدني على ان انا احقق انجازات من خلال هذا العمل للنادي الاهلي، يبقى ملهاش لازمه يبقى احنا قاعدين كده بنحلل المباريات وبنقول اي كلام حلو وبنكتب مقالات وكده يعني. اخيرا، هل لو ربنا وفق وبدات تاخد هذه التجربه تفضل يبقى معاك في مجلسك لاعبي كوره، وباي عدد تفضل لعيبه الكوره في مجلسك؟ لا يعني لعيبه الكوره لازم موجودين بنسبه لا تقل عن الربع، يعني لا تقل عن الربع، يعني من 2 لـ3 لعيبه يعني. على الاكثر. على الاكثر. على الاكثر. اعتبرا ان الرئيس اصلا لعيب يعني. لعيب، ويبقى معاك لعيب كمان او 2، ده على اكثر تقدير.
بالظبط. اكتر من كده الدنيا ما تبقاش بالظبط. لا 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 ما بتستحملش. لا ما بتستحملش. بالتوفيق يا كابتن عصام، بكل توفيق. اشكرك يا كابتن. شكرا اشكرك شكرا جزيلا. طيب عايز اوريكم بعض الفيديوهات ونطلع بقى فاصل، بس عايز اخد كام رساله بسرعه الاول.